Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات كورس الجرامر واللي بدأناه بقالنا حلقتين ودي الحلقة الثالثة ان شاء الله واللي هنتكلم فيها عن how to change verb to be in the present into negative. ازاي احول verb to be في المضارع للنفي. الموضوع بسيط جدا يا حبايبي لان لما اجي احول verb to be في المضارع للنفي كل الموضوع ان انا بحط وراه not يعني am تبقى am not is تبقى is not are تبقى are not وبكده يبقى انا نفيت verb to be وبدل ما كان معناه يكون بقى معناه لا يكون. هبدا ادي ابني امثله على الكلام ده واقول له تعالى يلا نحول الجمل دي للنفي. يعني لما اجي اقول له I am a boy I am a boy طبعا هنا هو عارف ان I بتاخد am من verb to be في المضارع فبالتالي لما اجي فيها كل الموضوع ان انا احط ورا am not فتبقى I am not a boy I am not a boy. ممكن ادي له مثال تاني واقول she a girl واقول له يلا تعالى نحط هنا ايه هيقول لي اكيد is لان she بتاخد is اقول له تعالى يلا ننفي الجملة دي فهيقول لي she's not a girl she's not a girl او بطريقة تانية ممكن اقولها she isn't a girl she isn't a girl. هدي له مثال تاني واقول له مثلا they are playing they're playing يعني هما بيلعبوا اقول له تعالى يلا ننفي الجملة دي هيقول لي الموضوع بسيط جدا كل الموضوع ان انا احط ورا are not فتبقى they are not playing they are not playing or they aren't playing they aren't playing. ادي له مثال كمان عشان ناكد هقول له it is a cat it is a cat يعني ديت قطة طب انا عايز اقول هي مش قطة فالموضوع كله ان انا احط ورا is not فتبقى it's not a cat it's not a cat او ان انا اقول it isn't a cat it isn't a cat. هدي له مثال مثلا على we طبعا هو عارف ان we بتاخد are فاقول له مثلا we're happy we're happy يعني احنا سعداء طب اقول له تعالى يلا ننفي الجملة دي فحاول ان انا احط ولا are not فتبقى we're not happy we're not happy or we aren't happy we aren't happy. يبقى كل الموضوع ان انا لما اجي انفي verb to be في المضارع كل اللي انا بعمله ان انا بحط not اللي هي اداة النفي ورا am or is or are. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.